مفيش مهرج. هتصدق ان مفيش مهرج؟ وكل قصة انه طلع السماء وايه وشاف الناس اللي وصل والناس اللي في النار، كل دي قصة وهمية كاملة. من مواليد لغاية سنة 70 75، انا اؤكد لك اللي لك انه صورة لجدتك بالمايوه وصورة لوالدتك كات وبالمايوه، واكد لك. رد محترم جدا جدا من علاء مبارك. بصراحة إبراهيم عيسى يستحق أكتر من كده، بس كويس إن في ناس قادرة ترد عليه هذا الرد، لأن إبراهيم عيسى خلاص آمن العقاب، عارف إن هو مش هيتعاقب، فكل يوم بيطلع بحوار. لسه بنتكلم في حوار الموضوع اللي كلنا زعلنا بسببه، اللي هو نساء وسيدات الصعيد اللي هم تاج روس 1000 ومليون واحد زي إبراهيم عيسى. هسمعكم وهتشوفوا معانا رأي ورد طبعا المحترم نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك. علاء مبارك قال إيه لشخص طول عمره داعم للفساد، داعم لأي حاجة يعني ازدراء الأديان. أنا عمري ما شفت كده إبراهيم عيسى مسلطينه، يعني أحس إن هو بياخد فلوس علشان يطلع يسيء للرسل والأنبياء ويدعم الفسق والفجور والمثلية. الواحد لابسه مايوه العار من المفترض التبرؤ منه. يا نهار اسود، انتوا زعلانين لما بنقول امهاتنا وجداتنا ولابسين مايوه بينزلوا البحر؟ وازاي يترضى والراجل يرضى ومش عارف ايه يقول يرضى؟ فبقول لكم انه كان ابائكم بيرضوا واجدادكم بيرضوا. زي ما سمعتوا تاني حلقة بعد حلقة الصعيد طلع واتكلم مفيش عنده اي مشكلة، وقال ده أبائكم وأبهاتكم وكمان أجدادكم كانوا بيرضوا وبيحبوهم بيحبوا يشوفوا نسائهم بالمايوهات على البحر وغير البحر. عايز أقولك النساء الصعيد أشرف منك ومن أمك ومن جدتك، لو هم بيحبوا يلبسوا كده ما تجيش ولا تستجرى تتعدى على نساء وسيدات الصعيد والفلاحين. انا متأكدة انك ممول جامد قوي علشان تطلع في قناة سايباك بالطريقة دي، ومفيش ولا محامي ولا في قانون ولا عقاب ولا حساب. فاحنا دلوقتي في زمن اعوذ بالله، لا، وتتعدى على الرسل والانبياء وكمان على الاسراء والمعراج وبتقول انها خرافات النبي بتاعكم، لا، ده معجزة كبيرة جدا جدا بتذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعبيضيته. يعني انت بتتكلم في كلام، لا يا جماعة، الحاجات دي ثوابت في القرآن والسنة، مش هيجي واحد أبو حمالة هو حملته اللي عاملة فينا كل ده وتسيبوه يطلع يتكلم بالطريقة دي دافع عن فيلم. من مواليد سنة 70 75، أنا أؤكد لك اللي لك إنه صورة لجدتك بالمايوه وصورة لوالدتك كات وبالمايوه، وأؤكد لك دافع عن منى زكي ووقف ليها اجلال وتقدير، هاجم صيدلي عشان بيقرا في المصحف. كل فين بقى؟ في المنيا، في الصعيد، في سوهاج، في اسيوط، في بلطيم، في الزقازيق، في المنصوره، في المنوفيه، في صوره لست والدتك او لست جدتك لابسه المايوه او لابسه القط او لابسه البيكوجيب. وبعد كده طلع يهاجم سيدات الصعيد وقلنا ان شاء الله برنامجه هيتوقف والموضوع هينتهي، لكن ما حصلش ولا في اي عقاب ولا اي حساب وما فيش اي مشكلة. فلما طلع تاني مرة تاني يوم بالتحديد على القناة اكد وقال اؤكد لكم ان رجالتكم كانوا عايزين كده وان اجدادكم كانوا بيحبوا يشوفوهم بالشكل ده. عايز اقولك ان سيدات الصعيد هو ده لبسهم، هما رمز الحياء والعفة والشرف والكرامة اللي انت ما تعرفش عنهم اي حاجة، لكن تيجي كمان بتتكلم وازدراء الاديان وبتغلط في الانبياء والرسل، يبقى لازم هنلاقي لك حد يرد عليك. هتشوفوا معانا دلوقتي رد علاء مبارك طبعا، وهنسمع كمان رأي تاني من مصطفى درويش اللي اعلن اعتذاره عن فيلم الملحد بعد الكلام اللي حضراتكم هتسمعوه من إبراهيم عيسى في آخر حلقة ظهر فيها بعد أزمة الصعيد. أنا عجبني أوي تعليق من سيدة فاضلة وهي بتقول الله، إحنا أول مرة نعرف الكلام ده، يا ترى أنتوا مخبيين علينا إيه تاني؟ مخبيين عليكي كتير جدا في الدين، مخبيين عليكي 80 90% من الدين.
يعني ان احنا الشيوخ كلهم ما بيقولوش حاجة صح، وان احنا فايتنا كتير قوي وما نعرفش حاجة، اكتر من 70 80 90% من الدين خفي عننا. طب انت مين قالهولك يا ابراهيم يا عيسى؟ انت ليه اللي عرفهولك؟ نسمع دلوقتي ونشوف مع بعض كلام المحترم ابن الاصول علاء مبارك، وقال انه طلع عيب قوي الاسلوب ده، لا يليق لا يليق ابدا، ده الكلام ده تقوله لواحد صاحبك على القهوة، اما مع ربنا فالمفروض تحترم نفسك وتحترم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلتزم الادب وتلتزم الاخلاق، لان الكلام اللي انت بتقوله ده ما يصحش في ثوابت اسلامية، وما ينفعش نتعدى عليها مهما كان. وقال لي ايضا إن كلامك ده في استهزاء وإهانة واضحة جدا جدا، وأسلوب لا يليق أبدا، ده كلام ممكن تقوله على القهوة، بس عايزة أقول حتى الكلام ده ما ينفعش إنه يتقال على القهوة، لأن في ثوابت دينية وإسلامية ومقدسات دينية المفروض لا يتم التعدي عليها من هذا السفيه اللي هو اسمه للأسف لا يستحق اسمه إبراهيم، إبراهيم عيسى، إبراهيم عيسى اللي تخطى كل الحدود، لأن انه عارف ومتأكد ان هو مش هيتعاقب. البلد بقى فيها رائحة وحشة جدا جدا، لانه مش لاقي حد يلمه، لو اي واحد طلع وقال كلمة بس كلمة عن اي حد تاني كانت الدنيا قامت، لكن لما تيجي تتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما تلاقيش حد يقوم، يبقى بجد في حاجة مشكلة كبيرة جدا جدا. ابراهيم عيسى مرتد بلا شك، مش طبيعي مش طبيعي. هو في ايه؟ في ايه يا جماعة لما واحد كده ابن 60 في 70 كلب واستحملوا كلامي واسمعوا العبيط حمالة؟ بقوله تاني، بفكرك بسمية السيد سليم اللي كانوا سامينا في مدينة اويسنا. يا استاذ مرتضى او يا مستشار مرتضى، الدولة خايفة الله اعلم ليه، بس معرفش ازاي خايفة من بني ادم زي ده، علشان خاطر ايه تستحملوه وتسكتوا؟ ربنا يخلصنا منه. حتى بعد كلام مصطفى بكري ولا في حياة لمن تنادي، عايزة رأيكم في التعليقات، بشكركم جدا، واسمعوا آخر مقطع، السلام عليكم. فاتوا بيقول امهاتكم سنة كل مواليد 75 امهاتهم قبل كده كانوا يلبسوا مايوهات في الصعيد والبحري وفي الارياف وبتاع، النهارده نمسك اللي بيقرا قران في الصيدليات ونقعد نسب فيهم، ونقعد بعد كده ندافع عن فيلم مش عارف ايه بتاع المثليه ونقعد نشيد بيه، ونقعد نقول والله نغير الديانه من البطاخه الى كذا. اجي النهارده اقول نسوان الصعيد في سوهاج واسيوط ومش عارف ايه وبحري ايه وبتاع ايه، مواليد 75 يرجعوا هتلاقوا امهاتكم واخواتكم بكل تأكيد، وبيأكد بكل تأكيد لابسين مايوهات. يا اخي ارحمنا بكلامك ده، انت كل يوم انت عايز تعمل لنا فتنة في البلد، هو انت ما سيبش حق هجوم لا صحابة ولا ناس ولا بشر ولا مش عارف ايه؟ انا بطالب المجلس الاعلى للاعلام ان يتدخل، دي فتنة، دي فتنة اللي بتحصل على الهوا في ادعاءات كاذبة. والله المفروض المجلس الاعلى للاعلام يجيبك ويقعد ويحقق معاك في هذا الموضوع.